بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، اليوم في مباراة من التاريخ، مباراة للذكرى، فريق بين الأساتذة وفريق المنارات الملقب بالبيستيم، فريق كبير. وهنا الحكم الدولي رايع، خبرة 40 سنة في التحكيم الدولي، الحكم الكبير مستر يوسف. يا سلام، مش ممكن مباراة قبل بدايتها في إثارة بين الأب وابنه، استر غفور ونزير غفور. هنا في حديث الكبار وحديث في قبل المباراة نريع. هنا بداية المباراة في هذه اللحظات، حسام زال النزير، ولكن مقطوعة ممتازة من مستر غفور إلى مستر عبد المجيد، ولكن يغفر الله، مستر عبد المجيد موجود، سعيد غفور يلعبها كرة نزير، نزير في المحاولة، نزير في الكرة، يعيدها لحارس المرمى براء ابن فلسطيني بن مصر. نعم، هنا نزير غفور ينقل كرة لسعيد، سعيد في محاولة، يا سلام للسبهان عبد العزيز سبهان، نزير غفور لكن يخسر كورته. هي جدا التسديدة في هذه اللقطة، مش يعني تسديدة فيها تسرع صراحة، هو المطلوب السرعة وليس التسرع. وكورة نزير للسبهان، سبهان عبد العزيز يبحث سعيد، يتحرك له سعيد، ينتظر كورته، ولكن يا سلام يا مستر غفور، مستر غفور يتألق، سعيد في تنفيذ الركنية، سعيد في تنفيذ الركنية، يلعبها ممتازة. أوه يا سبانو، يهدر أول فرص اللقاء، يهدر أول فرص اللقاء. والآن هنا في الحكم يقول ضربة مرمى. نعم، هنا مستر موسى دريك مش فاهم. نعم، هناك في سوء تفاهم في المباراة، ومستر موسى يخرج الكرة ويلعب بالثانية. هنا لا، ضربة نزير غفور، رمية جانبية، مستر عاد سعيد، يا سلام الأداء الدفاعي للفريق البيستيم ممتاز. نزير استلام رايح، بحق أن يغمر وسع له، الأداء الدفاعي ممتاز، يربح رمية جانبية بالخبرة السنين وخبرة الأعوام هذا الحارس، يا سلام. ولكن رمية جانبية أخرى لفريق سعيد، الآن سعيد غفور. هنا مستر لطيف صراحة من أفضل الشخصيات اللي يتعامل معها الواحد في حياته، يعني كورة من أول مستر عبد المجيد، هنا نزير ليغمور، إلى نزير يلعبها لسعيد، الله على التيكي تاكا في هذه اللقطات، يا سلام على التسديدة، أقول لا 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 لا، إذا حرام ما تكملش هذه الكورة، حرام ما تكملش هذه الكورة، ولكن التدخل من المدافع الكبير جدا، المدافع لجنوب افريقيا وكابتن المنتخب الجنوب الافريقي مستر غفور. هنا مستر عبد المجيد اللاعب اللي يسدد، اوه مستر عادل داوود يسيطر على كورته، والله على المهارات، نزير استغفر، مستر عادل كورة، اوه برا. هنا حسام الزهراني لنزير، نزير يخطئ، نزير غفور مش مركز، يعني اذا في حالته نزير يشيل فريقين ثلاثة لوحده. هنا كورة سعيد الى حسام يريد ضربة جزاء، والحكم يقول ما فيها شيء، الحكم يقول رمية جانبية ليغمور، يغمور في الرمية الجانبية في هذه اللقطة ممتازة، سعيد استلام، تسديدة ممكن، رمية جانبية، مستر عادل داوود المتألق مستر عادل داوود، ورمية جانبية لسعيد غفور، التنفيذ للسبهان، والهدف الأول، خروج خاطئ من حارس المرمى يسبب في هدف أول عن طريق اللاعب عبد العزيز سبهان، أو يغمر مش متأكد، سبهان، نعم عبد العزيز سبهان في الهدف الأول. وكورة عبد المجيد، مستر عبد المجيد طبعا لمستر خليل يلعبها، ولكن خطأ الفريق المدرسين. مش ممكن، هذه الكاميرات، هذه اليوتيوب، حطوها على الفيسبوك، كورة ممتازة، كورة رائعة، يا سلام من حسام الزهراني، أصغر لاعبين الفريق البيستيم، فريق المنارات، كورة ملعوبة، مستر غفور يعني ممكن يحل مشاكل دفاعات البارسا في الفترة الأخيرة، كورة ملعوبة، مستر عبد المجيد يحاول، عدوا يا سلام على الباس والتمرير، ولكن اتأخر، هنا يغمور استلام رايح، محارب هذا اللاعب، يحارب على كورته ويسقط أرضا ويربح فاول، قرار حكم ممتاز، خبرة السنين والأعوام. وكورة الآن عبد العزيز سبهان يتركها، لا يقول له سددها،
يسددها انس على السبان يطلب بالحكم برجوع الحياه البشري تسديده قويه. الله 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 والله على التسديدة والله على القرار وضربة مرمى. طبعا نتيجة 1-0. مستر خليل يلعبها ممتازة 1-2 ولكن تطول وهنا حسام زراني. اوه مستر غفور يخرجها ويكسب رمية جانبية. فريق المدرسين الان رتمه بطيء ولكن اداء رايح. سعيد غفور الى السبهان التسديدة والتصدي خيالي وكورة ممتازة قوية من السبهان ولكن التصدي أفضل وأقوى من مستر موسى. وهنا هذا اللاعب يخطأ كثير في العبة. الله القرار ممتاز يلا مستر غفور ولكن طويلة سعيد ومر يخطأ. نعم يخطأ مستر عبد المجيد وحارس المرمى جول. لا 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 تصدي القرن تصدي غير عادي في حارس غير اعتيادي مش ممكن. براء حسن في تخلق مرتين هذا الحارس ممتاز. كورة ملعوبة لا والضربة ضربة مرمى في قرار حكم المباراة. براء حسن تألق غير عادي وتألق يعني صراحة. هنا يترك ضربة المرمى للاعب نزيل أكبر المشاركين في فريق البيستين وملعوبة. وهنا الدفاع من مستر غفور كورة ملعوبة رمية جانبية مستر خليل. هنا عبد العزيز سبان لمستر خليل يخطئ لا عدى بمهارة مر في كورة والسبهان تصادم بين اللاعبان والسبهان هنا طبعا بقدم مستر خليل في فمه ولكن اظن انه راح يقوم. نعم لاعب مقاتل لاعب محارب لا يستسلم هذا اللاعب. عبد العزيز سبان يقول مش هكمل هنا ممكن نشاهد الاسطوره عاد من الاعتزال احمد طاهر. هل نشاهده في هذه اللحظات؟ هل ينزل ارضيه الملعب مكان سبان؟ اتمنى لا. فيصل بدر الزمان هو اللي ينزل المدير الفني مستر محمود الجامعي. ينزل فيصل بدر الزمان الملقب بلويس سواريز هذا اللاعب بالمناسبة يعني لديه معدل تهديفي رائع ولكن هل يلعب في وسط الملعب مكان سبهان؟ نشاهد ونتابع. نزير يسدد ما يرفع هنا نزير يونس لويزيتو الوانتو ممتاز الوانتو بين لويزيتو سواريز و اللاعب نزيل. هنا سعيد ليغمور ما في ماشي يغمور مرتد الكونتر اتاك السريع مستر عبد المجيد وبراء للمرة الثالثة يتصدى لكرة من مستر عبد المجيد. مستر عبد المجيد يخطئ لم تخرج في قرار الحكم ولكن يقررها ضربة مرمى مهند يغمور وبراء حسن الان. خالد الزهراني ملقب بكاز كابتن نيو دلهي الهندي. هنا الكرة ملعوبة لويزيت سواريز سعيد ممكن يسدد يا سعيد لا وهنا يغمور يصلح خطأه كالعادة. يغمور يعني صحح أخطاء فريقه القائد في الملعب القائد مهند يغمور. خالد زهراني والشوط الأول ينتهي ومع استراحة 3 دقائق وبداية الشوط الثاني لنعود إلى استوديو التحليلي بقيادة بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين نعود إليكم الآن في الشوط الثاني ومستر يوسف هنا يطالب فريق المدرسين بالعودة لأماكنهم والحارس مستر موسى دريك. هنا تحية لمستر عمر الذرات الحارس المعتزل الكبير وبجانب اللاعب الدولي مستر أحمد كوني والحكم الرائع مستر جلال الدين. هنا الثلاثي الرائع ومستر ياسر أيضا لاعب النادي الأهلي السابق. لا هنا مباراة تبدأ الآن مباراة مستر عبد المجيد والكورة يغمور يقطعها في محاولة الكورة مستر عبد المجيد يخرجها. وهنا طبعا الأمطار هلا يعني نشاهد أمطار وأجواء أفضل في هذه المباراة. الآن الكورة لمستر عبد المجيد يسيطر على كورته يخطئ نزير غفور إلى يغمور ممكن يسدد يلعبها لويزيتو ولكن يا سلام
يا سلام يا مستر غفور، أعلق وأصفق على هذه اللقطة. مش ممكن أداء رائع في الدفاع لوحده، في دفاع فريق المدرسين. خالد الزهراني، خالد يلعبها. اوه مستر عادل داوود، والوان تو ممتاز، خطير. يلا مستر عبد المجيد، اهرب، ولكن اوه حارس المرمى براء يتدخل ويلعبها لنزير. نزير في محاولة، نزير غفور ليغمور، يغمور لنزير، ممتازة سعيد، يلعبها يغمور، ممكن يسدد، يلعبها اوه نزير، والتفاهم بينه وبين لويزيتو، ويعود ليغمور، خطأ، وهنا فاول على مستر عبد المجيد. في رأيي ما فيها شيء، وهنا التبديل، المدير الفني مستر محمود يطلب بالتغيير. هنا الآن مستر لطيف يقول له أيضا تبديل، تدخل رئيس النادي، وهنا مستر محمود والتبديل. اوه الأسطورة، عودة الأسطورة الآن في هذه المباراة، مباراة نارية وتزيد شعلة لو شعلها أحمد طاهر. أحمد طاهر طبعا لديه أخ في نادي شتوى بوخارست الروماني، هو لاعب أحمد طاهر ممتاز، طالب بالكرة من يغمور. يغمور قال له معليش ما شفتكش، ويعني كيف رأيك ممكن يمشيها له ويسجل طاهر في أول لمسة. مستر غفور لمستر عادل، داوود، اوه مقطوعة، مستر غفور ملعوبة، مستر عبد المجيد، خالد زهراني، يغمور، ولكن رمية جانبية لمستر عادل داوود. مستر موسى كانت راحة يعني ممكن تباغت الحارس وتدخل في الجبال. خالد زهراني ليغمور ينقلها، اوه المدافع، وكورة خاطئة من طاهر، يخطأ، وهنا كورة وبراء. يعني عندك براء، خلاص ما تقلقش، ما تخافش، براء انت في امان. هنا احمد طاهر، يا سلام يا، ولكن سعيد. هنا مستر خليل، احمد طاهر يسيطر على كورته، الله على النقله، الله على التوزيعه، الله يطلب التو، والنزير، اه يا طاهر، على اللمسات السحريه وعلى هذه الكرات، ويغمور وسعيد، الوانتو، لا لا لا، فريق المدرسين ما فيش تجانس بينهم، ما فيش كيمستري بين اللاعبين. هنا نزير، غفور الى سعيد، ينقلها للزهراني، خالد، زهراني، احمد طاهر للزهراني، يخطئ، ورميه جانبيه لصالح فريق البيستي. سعيد غفور الى نزير، ممكن يعطي طاهر لوحده، نزير يفضل يعطي اخوه، سعيد ليغمور، احمد طاهر، يا سلام على المهاره وعلى التوغل من هذا اللاعب في رايي يلقب به، الله الله الله، طاهر وحش في وسط الملعب، يعني بيست، وهذا فريق البيستين. هنا يحضر الان البيج مان مستر شهريار، المدرس الانجليزي، والان هو وكيل مدرسه المنارات، ويعني كوره يغمر. مستر شهريار نقدم له التحيه هنا من استوديو تحليلي ومن فوق اسطح المنارات. مستر خليل يلعبها لمستر عادل داوود، يخطئ ويخسر رميه جانبيه ويخسر كورته. يغمر لنزير، لا يعطي طاهر مره اخرى، طاهر عدى، لا انقطعت ومرتده، الكونتر اتاك مستر خليل، تاخر، يا مستر خليل، ويلعبها لنزير، نزير وعدى من مستر غفور، وكوره هذه خطوه، هذه في خطوره، مش ممكن، يا طاهر على الثرو باس، ثرو عالمي على طريقة محمد أبو تريكة، الله يا ابني. والتبديل هنا ماذا؟ يحيون حارس المرمى الاحتياطي لفريق المدرسين، رمية جانبية، هنا خالد زهراني، وخطأ من خالد، مستر عبد المجيد، سعيد يتدخل، يغمور، مستر عادل داوود، لسعيد غفور، لأحمد طاهر يسيطر، الله، الله الله الله، اللاعب الجونارز لاعب أرسنال السابق، هنا سعيد، غفور، يعمل يغمور، ورمية جانبية، قول في منطقة الجزاء وك ملعوبه والويزيتو لطاهر، طاهر يسيطر، يا سلام، يعدي ويمر، ومهاره عاليه، ونزير يتدخل ويخطئ، طاهر الى زهراني، ممتازه يا طاهر، ممتازه يا احمد، ممتازه يا نزير، الله الله، زهراني، لا 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 لا، خالد الزهراني، ماذا تفعل؟ ماذا هدرت يا خالد؟ ممكن تندم هذه الكرة، وطار تسديدة بعيدة، من الوسط الميداني. سعيد غفور،
الى احمد طاهر، ولكن الدفاع وحارس المرمى الله عم قصيره يا عم مستر خليل. الويزيتو سواريز مقطوعه، مستر عبد المجيد ورميه جانبيه الى فريق المدرسين. سواريز هنا وملعوبه والى حارس المرمى براء حسن. يغمور يعود الان للملعب، مهند يغمور يعود، وكون الويزيتو مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. الله على الخرافة، على الأسطورة، على هدف هوليوودي سينمائي من لاعب كبير اسمه سواريز. يا الله. والآن نعود للمباراة، نعود للمباراة الآن، نعود للقاء، وكورة مستر خليل، لكن هدف رائع سجله لويس سواريز. وفي هذه المباراة مستر عادل داوود يعدي ويمر، هو مجاهد اللي نزل يتلم كورة مستر عادل، واو فيصل سوا فيصل، ويخطأ فيصل صاحب الهدف الثاني، وهدف رائع جدا بعد مراوغة أكثر من لاعب وتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد. حسام الزهراني كرة في الملعب الآن أعزائي المشاهدين، مستر خليل يلعبها أمامية وتصل لحارس المرمى براء. خالد زهراني يلعبها، مستر خليل ممتاز، مستر خليل ومستر غفور اثنين في فرقة لا يستغنى عنهم بصراحة، إذا يعني عديت منهم جبت جول خلاص. هنا مستر موسى حارس عملاق، ولكن لم نشاهده في أي تصدي إلا في كرة نزير اللي في الشوط الأول، أو عفوا في كرة عبد العزيز سبان. كرة هنا مستر عادل داوود، عدى ومر، عدى ومر وفات. أحمد طاهر يا سلام، والمتابعة لا لا لا، خالد الزهراني برا يلا، خالد الزهراني يعني بصراحة روح بيتكم يا ابني، روح بيتكم يا ابني يا خالد، يعني أداء ورا كويس، قدام قاعد بيضيع في فرص سهلة جدا. هذا اللاعب يعني لاعب منتخب السعودية ولكن يلعب في نيودلهي الهندي كما سبق وقلنا يعني في بداية المباراة. رمية جانبية هنا، مطيع يحاول، مطيع عايز يثبت نفسه، مطيع عايز يثبت نفسه، يلعبها لحارس المرمى براء اللي بصراحة يعني ليه فضل كبير في هذا الانتصار والتقدم بهدفين لا شك. كورة ملعوبة الآن، واش نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق المنارات الفريق البيست تيم، وإلى عودة إلى الاستوديو التحليلي لنرى آراء المحللين في هذه اللقطة. طبعا الاستوديو التحليلي بقيادة عمر شلبي المحلل الكبير، طبعا إلى نلقاكم في مباراة أخرى إن شاء الله.